بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في ظلال قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. قبل ما نكمل، في درس سابق إذا بتذكروا قلنا بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رشح 6 من المبشرين بالجنة. طب 6 وأبو بكر وعمر، هاي صار 8. شو قلنا وقتها؟ هذا يعني بما معنى أنه معناته 2 الباقيين مالهم 200، يعني أنه تصورنا أنه اللي منع عمر الخطاب انه يكملهم على 10، انه 2 الباقين ايش؟ 200. وعلى فكرة هنا جيد انه منشوف ان شاء الله منشوف، جيد انه نلفت الانتباه انه هم المبشرين بالجنة اكثر من 10. يعني هناك احاديث كثيرة في تبشير فلان وتبشير فلان وتبشير فلان، لكن جاء نص خاص في، اذا بتلاحظوا في 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 كم شخص هون؟ 10. هذه العشرة، تلك عشرة كاملة، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء بنص، العشرة هذول بالذات. ولما تنظر مش فقط تقواهم، مش فقط تقواهم، مش فقط أسبقية وفقط فاعلية في خدمة الإسلام، هذول العشرة كانوا في فاعلية. إذا بتنظر لكل واحد فيهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد بن أبي وقاص إلى آخره، طلحة والزبير. طيب هو ففي أخ كريم لفت انتباهي أنه طب ما هو سعيد بن زيد ما كانش 100 لما عمر بن الخطاب رشح 6، سعيد ما هو بقي ل 51 هجري، سعيد بن زيد بقي. إذا عبد الرحمن بن أبو عبيدة عامر بن الجراح كان متوفى، لكن سعيد بن زيد كان لا يزال موجود. هون أنت بتبدأ تشعر قديش يعني يعني عظمة عمر بن الخطاب بتتجلى. ليش استثنى؟ لاحظ، هو في 7 من المبشرين، في 7، أبو بكر ميت وهي عمر وكمان أبو عبيدة ميت، بقي 7. طب ليش استثنى واحد من المبشرين مع أنه قائد كبير؟ سعيد بن زيد قائد كبير وسبق تولى أمور قيادات جيوش أو تولى دمشق في فترة من الفترات إلى آخره، لماذا استثنى سعيد؟ لاحظوا، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عمر بن الخطاب بن نفيل. هاي أول قضية انتبهتوا لعمر؟ عمومته، هذا عمومته كيف استثنى من بين العشر؟ لأنه بقرب له من عمومته، مع أنه عنده قدرات، عنده كان قائد كبير، كان قائد كبير، تولى تمام. شو ممنعه؟ عمره تمام، يعني في الأربعينات تمام. ايش بقي؟ هذا اولا عمومة، هذا 1. 2، اخته لسعيد اللي هي عاتكة زوجة عمر. طب زوجة سعيد اخت عمر، فاطمة زوجة سعيد اخت عمر فاطمة تمام، وزوجة عمر عاتكة اخت سعيد، وسعيد عمومة. انتبهتوا لعظمة عمر؟ لما استثنى واحد من المبشرين نكتشف، اذا مش لانه كان ميت، لا هو ما الصحيح انه هو لا 51 هجري بقي، لا 51 هجري في زمن معاوية. طيب هذه قضية حبيت الفت الانتباه حتى لا تمشي خطأ انه نظن انه 2 كانوا 200، بس برضو فيها لفتة لايش؟ لنظرة عمر، وبده يبعد قرايبه تمام.